حاليا في البحرين يبلغ متوسط الـ RO أو الـ R note للمدة سالفة الذكر مرة ثانية من 13 مي إلى 9 يونيو حوالي 1.52، هو متوسط مثل ما خبرنا هذه الفترة. إذا معناته أن لكل واحد ممكن ينقل، طبعا فعليا احنا نقول الاثنين ممكن ينقلون عامة إلى ثلاثة، واحد يا ما مش حاب ينقله حق واحد ونص، ولكن هو كمؤشر عام إذا عندي 100 عامة شخص مصاب ممكن ينقلون حق 150 شخص ثانيين. ويبلغ متوسط الـ R note، احنا اليوم نبي نشير إلى يعني الفرق بين المتوسط هذه بين المواطنين عشان نعرف انتشاره بين المواطنين ومن بين غير المواطنين. فوجدنا بين المواطنين هو 1.83، يعني من ساعة تكلمنا عن المتوسط 1.52، أما لما يكون حق البحرينيين فقط كمواطنين يصير أعلى يكون 1.83، ولغير المواطنين 1.35. طريقة شوية أبسط، لو عندي أنا 100 مصاب لا سمح الله من البحرينيين ممكن ينقلون حق حوالي 183 شخص، ولو كان عندي 100 مصاب من غير البحرينيين ممكن ينقلونه إلى 135. نلاحظ الفرق هنا أن سرعة انتشار أو مدى انتشار أو تكاثر الفيروس في المواطنين حاليا بالوقت اللي احنا حسبناه أكثر من معدل الانتشار بالنسبة لغير المواطنين. ومن أهم أسباب ارتفاع متوسط معيار التكاثر الأساسي بين المواطنين هو التجمعات الأسرية والاجتماعية والخروج من المنزل لغير ضرورات، إلى جانب عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية اللازمة والتهاون في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية.